إنجاز كبير اتعمل في ملف الطرق والكباري، واللي اتعملت بمعايير عالمية، وده لفتح شرايين جديدة للتنمية وتسهيل حركة الناس. خلينا نشوف مع بعض تقرير عن التطور الكبير اللي حصل في شبكة الطرق في مصر. عزيمة وإصرار المصريين كانت هي الدافع والمحرك الأساسي علشان بلدهم توصل لمرحلة عظيمة واستثنائية في مجال الطرق والكباري ومحاور النيل. مصر شهدت تطور غير مسبوق وإنجاز قوي جداً في مجالات قطاع النقل، وإنجازات ضخمة ونقلة نوعية وخطة شاملة واستراتيجية قوية اتحطت لتطوير وتحديث منظومة النقل خلال الفترة من 2014 ولحد 2024. أنجزنا حزمة كبيرة من مشروعات النقل والمواصلات بتكلفة إجمالية وصلت ل 2 تريليون جنيه في قطاع الطرق والكباري والسكك الحديدية وقطاع الأنفاق والجر الكهربائي والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية وقطاع النقل النهري. ويمكن من أهم وأبرز المشروعات هو المشروع القومي للطرق، اللي من خلاله تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. من خلال هذا المشروع الضخم حققنا الاستغلال الأمثل لثروات مصر زي مناطق التعدين والسياحة، ساهمنا في الخروج من الوادي الضيق وعمرنا مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء، زودنا حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة جوه بلدنا، لحد ما جنينا ثمار الإنجاز وقدرنا نخفض أزمنة الرحلات، ووفرنا 8 مليار دولار في السنة تكلفة المحروقات والوقود اللي كانت بتتحمله الدولة بسبب الاختناقات المرورية. خططنا كمان لإنشاء طرق جديدة بإجمالي 7000 كيلومتر، ونفذنا 6300 كيلومتر، طورنا 10000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية زي طريق الصعيد الصحراوي الغربي وأسيوط سوهاج شرق النيل، وطريق سفاجة مرسى علم و6 أكتوبر، الواحات وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر الصحراوي الشرقي، وسعنا الطريق الدائري في القاهرة الكبرى وطريق المعاهدة السويس الإسماعيلية، وازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي حتى محور شربيم بطول 22 كيلومتر. وسعنا كمان وطورنا طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق رأس النقب. كمان محاور النيل اللي عملناها وربطنا من خلالها شبكة الطرق بالشرق والغرب. نفذنا 34 محور جديد على النيل، وصلنا ل 72 محور وكوبري، بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014. أنجزنا 18 محور بعد يونيو 2014. تحيا مصر، حلوان، بنها، الخطبة، طلخة، جرجة، طما، بني مزار، عدلي منصور، قوس، سمالوط، كلبشة، ديروت، بديل خزان أسوان، منفلوط، شمال الأقصر، المراغة، ودار السلام. وشغالين دلوقتي على تنفيذ 16 محور جديد. كمان مشروعات الطرق اللي كان ليها نصيب مع الكباري العلوية والأنفاق واللي كان الهدف من إنشائها حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان عن طريق إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية. ده غير إننا رفعنا كفاءة الطرق المحلية جوه المحافظات علشان نحسن مستوى جودة الطرق ونسهل حركة تنقل الناس، والدليل على كده طورنا ورفعنا كفاءة 38 ألف كيلومتر من شبكة الطرق المحلية، منها حوالي 5000 كيلومتر تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR، وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، واللي بتتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون تعطيل لحركة المرور. كمان مشروعات تطوير نظم الإشارات اللي كان الهدف منه تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي علشان تزود معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة، وما نعتمدش على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكة الحديد.